بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء طلاب الكلية الثالثة فصل الحاسباني التعلم المدمج شعبة الحاسبات، يشرفني أن أعرض عليكم مادة تشغيل الحاسب الكلية. أول جزء هنتعرف عليه اللي هو نظام تصميم الأوس الديسك أوبريتنج سيستم، هنشوف بعض المفاتيح والوظائف بتاعتها. على سبيل المثال انس معناها اي ان اس، يسمح بادخال حروف جديده بس جايه من كلمه انسرت، يعني ادخال حروف. ديل اللي هي اصلها كلمه ديليت، يضع حرف واحد موجود في البفر، البفر هي الذاكره المؤقته. لاحظ ان الحرف الموجود في البفر لم يظهر على الشاشه، كما ان مؤشر الشاشه لن يتحرك من مكان. اسكيب اي اس سي اللي هي اضغاء السطر المعروض على الشاشه، بينما السطر الموجود في البفر لا يظهر، يتحرك على الشاشه بس. اف 1 او اف 2 دي بنسميها هوت كيز، بيعرض رمز واحد من البفر على الشاشه في كل مره بنضغط عليه. F2 لعرض جميع الرموز حتى رمز محدد، حيث بالضغط على مفتاح F2 يتم عرض الرموز الموجوده في البفر، ثم يتم عرض الرموز المحصوره بين مكان مؤشر الشاشه اثناء ضغط الرمز المحدد. F3 برضه من الهوت كيز لعرض جميع الرموز الموجوده في البفر مره واحده. F4 لالغاء جميع الرموز حتى رمز محدد. F5 لإدخال صف جديد في ذهننا.